مجمدة، عندي لي شيل 10 11 مجمدة من 2013 وانا في نفس السلم من 2013 2023 و10 سنين وغنزيد مازال نكمل من بعد. هذه النقطة حتى هي غتزيد صعاب، علاش؟ لان غالي يقول لك الرتبه، شحال تزادنا حنا في الرتبه؟ تزادنا فيها كل عام ولا كل 9 سنين 70 درهم 80 درهم، تخيل غتولي في هذا النظام 20 عام وانت في رتبه وحده. شنو هذا؟ شنو واش انا 20 عام غتبقى عندي انا نفس الخلصه؟ الناس تيطوروا الناس تيزيدوا غتبقى عندي؟ اش من تحفيز عندي انا؟ كاين المشكل المادي في ظل هذا الغلاء، وتشوفوا انتم كاملين الغلاء على الناس كاملين، وتزاد في المواد الغذائيه كامله والشعب كامل متضرر، وجاو زادوا الفئات كاملين الا الاستاذ. بمعنى علاش مثلا انا بصحتهم هما مفتشين ومديرين والاطر ما تيستحقوا حتى هما عندهم مهام ديالهم، ولكن علاش نزيد انا؟ شنو هو الهدف ديالي انا؟ اننا نزيد الاستاذ المفتش، نزيد المدير اللي هو اللي غيدير التقارير، وما نزيدش الاستاذ اللي غتدر في حقه التقارير، ربما هذا التقرير اللي غيؤدي للحرمان ديالو في ابسط عقوبه، الحرمان من الاجره شهر. نزلوا علينا بمجموعه ديال العقوبات حنا رافضينها بشكل تام، القهقره مثلا في الرتبه والدرجه، ممكن يكون خطا بسيط وفي المقابل ديالو تكون عقوبه بزاف، الحرمان من الحق ديالنا في الحركه الانتقاليه، كاينين بزاف د الامور. صفحة ونص تاع العقوبات بزاف علينا. المشكل ديال العقوبات، المشكل انه حسينا بالحقرة، وعاد المشكل الاخر ديال التعويضات. تعويضات جميع الفئات استفدت من التعويضات وتم اقصاء نحن بشكل ما فهمناش علاش، رغم اننا الا كان شي اصلاح بغى يدخل المدرسة العمومية رحنا اللي غادي ندخلو. زائد اننا ولينا كنحسوا من خلال هذا النظام باننا حنا المسؤولين على الفشل ديال التعليم، وحنا رتحنا غير طرف. النظام الاساسي الحالي مقارنه مع النظام 2003 اللي فيه مجموعه النقص والثغرات، هذا تراجعي، يعني فقدنا مجموعه المكتسبات، كنا ننتظر الافضل فاذا به كنزل الأسوأ. الامثله يعني هناك في الترقي، مهام مثلا ساعات التضامنيه اللي كنا كنطالبوا باش نحذفوها، الان زادوا ساعات غير محدده، الاستاذ ساعات تضامنيه كانت ساعات تضامنيه كانت ثلاثة كيزيدها الأستاذ، يعني في النظام السابق كانوا الأساتذة كيطالبوا باش يحيدوها، جا النظام الحالي كيقول لك الأستاذ التسويع ديالو غير محددة، وراه الأكاديمية والمدير الأكاديمي يقدر يخدم حتى 40 ساعة. المشكل النظام الأساسي أنه نظام مجحف، نظام مجحف، جاب شي حوايج اللي عتقيد الأستاذ بزاف ولا عتعسف عليه بزاف. مثلا بالنسبة مثلا كيجي مثلا مفتش أنه ربما يلقى التلميذ انه مستوى ديالو ضعيف، يحملك انت المسؤوليه، وربما ديكرادا حتى في السلم، لدرجه رابور ديكرادا في السلم، واحد كان في السلم 11 يقول لي السلم 10، يعني واحد الرزمانه لا ما كانش قبل، هذه رزمانه ديال 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 التاديب، رزمانه كانت مجحفه. انا اعتبر بان النقابات ولمده سنتين مارست التدليس على الشغيله التعليميه. انا لا يعقل بان خمس نقابات حضرت 51 جلسه حوار ما بين لجان فرعيه ولجان مركزيه وما تخرج ليناش معلومه. انا اعتبر انه هذا هو لعب على الوجهين، لعب في القاعات المغلقه مع الوزاره باوراق وكشف الاساتذه باوراق. انا اعتبر ان سنتين من السريه ومن التعتيم على 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 مواد نظام اساسي، فهذا كيجعل النقابات شريكه في اخراج هذا النظام الاساسي الذي لا غير مقبول ومرفوض. المشكل في النظام الاساسي اثقل كاهل الاساتذه بالمهام الإضافية. ثاني شيء ما كاينش، ما هوش نظام ديال التحفيز البتة، لأنه نظام مليء بالعقوبات الزجرية. بالتالي كنطالبوا بن موسى أنه يعاود يدير دراسة هذا النظام الأساسي، لأن المنطلق ديالو خصو يكون هو الأستاذ ماشي هو الوزارة. المشكل بالضبط هو أن النظام الأساسي لم يذكر لا من قريب ولا من بعيد أطر مؤسسة التفتح. هي الامتيازات غير موجودة، هي مؤسسة التفتح هي موجودة خارج إطار القانون، لا يوجد منذ ولادتها قبل 9 سنوات وهي بدون مرسوم. إذا لا بغينا نربطوا هذا الأمر بالتلاميذ، هو اللي هو السؤال ديالكم، ما علاقة هذا النضال هذا بالتلاميذ؟ غنربطوا التلميذ اللي كيجي لمركز التفتح، أول حاجة خصو يكون مأمن،
اذا لا وجود الاطار القانوني ديال التامين ديال التلاميذ اللي كيدخلوا مراكز التفتح. التجهيزات ديال مراكز التفتح اللي كتمس القدره ديال الاطار ديال المؤسسه باش يؤدي الواجب ديالو الفني والابداعي على 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 ما على ما يليق في الوقت اللي كيجي التلميذ كيقصد هاد المؤسسات هذه باش يبدع باش يجبر هاد الادوات وهذا الشيء غير متوفر. كبوس اطار دعم اجتماعي ونفسي بمديريه الرباط. العمل ديال هذا الاطار المستجد اللي اشتغل على مدى موسمين هو متابعه نفسيه واجتماعيه والصحيه للتلاميذ داخل المؤسسات التعليميه، ويعتبر هذا الاطار هو اطار مقصي من هذا النظام الاساسي، بحيث انهم الاطر الذين تم استثناؤهم في جميع المطالب الاساسيه التي كانوا يطالبون بها، فهو مقصي من فئه المستفيدين من تعويضات يعني المهام، وكذلك هو ينتمي الى فئه أساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم تعاقد، وأيضا كما تعلمون أنهم استثنيون كما باقي الفئات من رفع من الأجور.